5 الى 6. فاحنا المنطقه بتاعنا رغم كلها وتعبرها هي اهتمام كل الحكومات السابقه يعيشون ظروفا طاهره سواء من الدواء واعطاء العلاجات اللازمه للسيطره عليه والحد من منظمات للتعاون والتنسيق من اجل رفع الاضعاف من من من, من ثمن الاكل. اليوم إن شاء الله أحيينا اليوم العالمي لمرض السيلياك اللي هو يوم 18 مايو، والحمد لله يعني تم إعلان المنظمة الليبية لدعم أمراض السيلياك والسكر. الحقيقة أنا سعيد جدا أن الآن يعني لأول مرة الجمعية هذه ترى النور منذ سنوات كبيرة، لأنها صراحة لازم المنظمة هذه توصل معاناة الناس وموصل معاناة الأطفال اللي يعانوا من المرض هذا. الحقيقة تتخلل هذا البرنامج محاضرات علمية وإعلان المنظمة، وياريت يعني ياريت تلقى الدعم من الدولة، لأن في الحقيقة الأطفال اللي يعانوا من السيلياك والسكر وبالذات السيلياك يعانوا من مشاكل كبيرة، الأكل مش لاقيينه، غلو أو غلاء الأسعار اللي هي بالذات الدقيق، وعلى الأقل فيه يلقوا ناس يتكلموا باسمهم ويوصلوا صوتهم للمسؤولين كي يتم التشريعات ليزيدوا معاشاتهم يتوفروا لهم الأكل. فياريت إن شاء الله المنظمة هذه تقوم بعملها على وجهها كامل للرفع أو للحد من معاناة الأطفال هذو معي. جيدة وسواء النصيحة الإقامات باش تزيد المساحة الامتصاص. 2001 فيها دكتور اسمه كتاسي، هذا متهمين احنا نقولوا بالك الدكاترة ظلمونا تشخيص. هذه تعتبر الحملة الأولى للمنظمة من تاريخ إشهارها من السنة الماضية. المنظمة حتى الآن هي منظمة حديثة تتحدث عن قضية صعبة لم يتحدث عليها أي جهات، لم تلتفت لها أي جهات مسؤولة فيما سبق. الأطفال المصابون بداء السكري وداء السيلياك هم يعانون بصراحة معاناة صعبة جدا، ويحتاجون الدعم سواء من الغذاء أو من الدواء. نحن كمنظمة يتشددوا